أما إذا طرحنا في المنبر بعض الخرافات اللي ما تعقل ما تعقل أصلا، بعضها مجهل الأنفس والعقول الفطرية. هسه أنا ما بطرح نماذج لأنه يتعين قايلها، بس اليوتيوب الآن روح افتح على وصال وافتح على هالقنوات المترصدة للمذهب، عندها مادة اسمه كلها من خطباء مو من علماء، من خطباء يجيبون اشياء مي منطقية. خلاص انت الحين بدل ما تقوي عقيدة الناس ما بتلتفت الا انت تضعف عقيدة الناس. فاحنا مطالبين بمسؤولية ان هذا المنبر نجر الى اهل البيت الناس، مو نبغضهم مو نزهدهم، والا الائمة كان لهم كلمة. يقول الامام فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. مشكلة عدم الاتباع ما وصلهم علمنا، انت وصل علمهم بتشوف يتبعون لولا. بعض المنابر مثل الوائلي يسمعون شيعة ويسمعون سنة، تكلموا عقله قدام ويوازن ويقول الكلمة المسؤولة، هذا المطلوب. لا اخطاء بغير اهل البيت، اتوقع عندنا اخطاء في بعض الافكار، ما حد معصوم، لكن اللي وفق الله وينشر علومه ومحاضراته بالطريقة معناه أنه جد واجتهد وسعى، وإلا الله يوفق واحد لازم في جهد. وبالتالي احنا نقول أيها الخطباء في الوقت الذي لكم ثواب عظيم جدا جدا بأداء الدور، عليكم خطورة أن إذا صدر منكم ما لا يناسب قد يزهد بعض الناس في الدين. رتبوا الأفكار واخذوا الأفكار. أنا أتذكر يوم الأيام واحد يقول لي مرة أنا فوق المنبر جبت حشوة ما وصلت الباب إلا وقفوني شباب وردوا علي. قلت وش قلت؟ قال أنا ما شفت جتني فكرة فوق المنبر، قلت كربلاء أعلى بقعة في الكرة الأرضية. أعلى بقعة؟ لا هي جبل لا هي شيء، يعني كل واحد يستغرب مي جبل. يقول طلعوا ارتفاعها عن سطح الماء في جوجل، ها ما وصلت الباب شوف مولانا هذا جوجل يقول كربلاء ارتفاعها عن سطح الماء وهذا جبل كذا وهذا جبل كذا. قال والله انا ما ادري من وين جتني الفكره. يقول فشلوني. تستاهل، روح حضر وجيب كلمه محترمه مسؤوله له وجت فوق المنبر وقلتها. فاحنا يعني ما نبي نبخس الخطباء حقهم لان صار هجمه عليهم مبالغ فيها، واحنا مو في هالاتجاه، انما نريد نقول ان احنا ساعات احنا المستمعة احنا نخرب الخطيب. ما نقبل يجيب الرواية المواردة في الكتب، نبي الرواية اللي تصيحنا حتى لو تسيل الامام. ما نقبل يجيب لنا مواضيع علمية دقيقة، نبي قصص نبي كذي ولائيات حتى لو بدون تثبت، ساعات احنا نخرب الخطيب. فالمطلوب يعني كان الله يذكره بالخير احد كبار الخطباء العراقيين التقى بحد الطلبة البحرين، قال لي من وين مولانا؟ قال لي من البحرين. قال البحرين تصنع الخطيب. قال لي شلون؟ قال أنا قرأت في البحرين تنزل يجون يناقشونك يسألونك يتابعون موضوعياك، هذه تخلي الخطيب يحاسب ما يطرح شيء ويمشي، يتوقع في سؤال يتوقع في اعتراض. تخيلوا أن واحد من ينزل يقول لي مولانا أنت نجلك ونحترمك بس عندنا تساؤل، تفضل. أنا لين اكتشفت أن كلمتي غلط يوم ثاني باجي بعلن أن أنا مشتبه في هالقضية أو في الرواية أو في شيء وبصححها وبحاسب مرة ثانية. أنت شفت المدرسة مدرس يوم اللي يجي المفتش وش يصير؟ ها؟ هاي المدرسين يقولوا عاد يرحمنا كل مرة تقصدنا. مو كلهم، ما نقدر نقول كلهم. ساعات المفتش لين جاء المدرس ينقلب إلى سيبويه تكلم نحوي، وينقلب إلى رسول الله في خلقه مكتوب على طاولته وإنك لعلى خلق عظيم يا طلبة، ويعيد الدرس 14 مرات ويخلي الكل يشارك. هذا مو بسهم حتى الملة اللي عندش عالم يرتب كلامه يقول الحين غير ليلة هني في شيخ فلان، صح لو لا؟ لهذا بعضهم يبين عليه حتى الاضطراب لندش مثل سماحة الشيخ عيسى أو غيره بعض الخطباء. خل عندك الله قدامك. شيخ بهجة الله يرحمه يقول لي أحد الخطباء الإيرانيين يقول لي مولانا أنا ما أقرأ في شهر رمضان في النهار. قال لي ليش؟ قال أخاف أقول قال الإمام
ويصير من مفطرات الكذب على الله ورسوله والإمام المعصوم. أخاف يخترب صومي. قال لي شيخ بجد من يتق الله لا يكذب لا نهارا ولا ليلا، يعني بس خرب صومك خلاص. فإحنا بحاجة إلى أن الخطاب انجرد من الخرافيات على أساس لا نسيء إلى ديننا. بعد